مديح لتوزيع عيد القيامة. أنا أفتح فمي وأتكلم وينطق بأسرار عظام الرب ملك وجلس وحكم المسيح صلي وكبر ثم قام بعد أن وضعوا في المقبرة مكاسم مدفونا ثلاثة أيام ثم قام وفضح كل الكفارة المسيح صلب وكبر ثم قام تألم ومات ودفن في القبر وصار موضوعا في واستيقظ كالثامر من الخمر المسيح صلب وكبر ثم قام جاءت النسوة ومعنا طيب إلى قبره بكل اهتمام وازددنا في البكاء والنحيب المسيح صلب وكبر ثم قام حينئذ نظرنا الحجر دحرك والحراس كانوا وملاك الرب لهن ظهر المسيح صلب وكبر ثم قام خطبهن من تطلبنا الحي مع الأموات قد قام لكن ذهبنا للرسل وكنا المسيح صلب وكبر ثم قام داود النبي رتل في المزمور
قائلا قم يا رب لماذا تنام أهلك الأعداء مع شهود الزور المسيح صلي وكبر ثم قام ربنا جاء وتألم وقبل عنا كل الآلام لأجل خلاص أبنا المسيح صلي وكبر ثم قام زمان الضلال قد انتهى ويشرق لنا النور من بعد الظلام والهم والحزن كلاهما مضى المسيح صلي وكبر ثم قام سيقوم الله وتتفرغ جميع أعداء من قدام ونور الحق لنا وشرك المسيح صلي وكبر ثم قام شركنا في الكاس المحتوم على سائر جنس الأنام إذ قال الرب ولنا قوم المسيح صلي وكبر ثم قام صدق من قاله في ذلك الوقت داود عن المسيح بلام أنا اضطجعت ونمت واستيقظت المسيح صلب وكبر ثم قام ضل كثيرون رغم الآيات ولم يؤمنوا برب الأنام خالق الأرض والسماوات المسيح صلب وكبر ثم قام تطرب سماء السماوات ونزل وتجسد وتحمل الآلام
ودفن في القبر مثل الأموات المسيح صلب وكبر ثم قام ظهرت الأشياء التي خفيت من قديم الدهر واللوام والمواهب للبشر منحت المسيح صلب وكبر ثم قام على إلى السماء مشتملا بالبهاء وجلس عن يمين الأب كرام لبس الخضرا وتجلى بها المسيح صلب وكبر ثم قام غفر لأبينا آدم اسمه ووهب لنا وفر لنا واعطنا جسده آدم والمسيح صلب وكبر ثم قام فلتفتضح اليوم أمتي اليهود حيث عاد عليهم وبال الانتقام الذي دبروه لخالقهم المعبود المسيح صلب وكبر ثم قام قربوا للرب يا ابناء الرب قدموا للرب أبناء الأغنام وخافوا لتحظوا منه بالقرب المسيح صلب وكبر ثم قام كسر أبواب الجحيم ونزل وخلص من كان في الظلام خلص أبناء آدم ونسله المسيح صلب وكبر ثم قام لأبي ارتفع وجلس عن اليمين وهو جليل القدر عالي المقام وأعطى الكلمة للمؤمنين المسيح صلب وكبر ثم قام
من في الآلهة يشبهك يا رب، أنشأت الخالق بحسن نظام، وبلغتهم الخير والآرام. المسيح صلب وكبر ثم قام، نؤمن بمن أتى وهو أنت في مجده على السحاب، ليدين الأحياء والأموات. المسيح صلب وكبر ثم قام، هذا هو اليوم الذي صنعه ربنا ليلة وفيه قد قام ورد الخاطئ من الضلالة ومنعه. المسيح صلب وكبر ثم قام، ومن بعد صعوده أرسل رسله فطافوا البقاع ليهدوا لنا ويظهروا مجده عدله. المسيح صلب وكبر ثم قام، لأنه أتاهم في العلية وخصهم بالمجد مع الإكرام، وحلت عليهم الألسنة النارية. المسيح صلب وكبر ثم قام، يا ربنا أنت الكريم المعطي الذي منح تلاميذه ما يرى يوم عيد البندقوستي. المسيح صلب وكبر ثم قام، أفيض علينا غيث البركات وجميع من في هذا المقام، ومتعنا جميعا بكامل الخيرات، وأنلنا الخلود في دار السلام.